قهويو وعنا داقي سودي هنا داي هنا قبرونا تعب ليش كندا فيو دحالي يتنور إيهانا نكسو غيا إيهانا نكسو غيا حاليو تنور إيهانا نكسو غيا إيهانا تعليتيو بيرا هادن دوديو دوني لغو آغاغو يورو كسو غيا غشدا تعليتي وبيرا نحدوديو دوني لغو حاغاغو يروك سوغيا وما سمير نقاغدو بلكي دي كدوفتو نبتا انتاري مي نفيو نادروي هاتو بغو نركاغو Yano kula no kon, kohoyo, na yano kula no kon. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيرت هودا نقلص عطاي كسو دواد برنامج كان وانو كو ايغينو مناسبة بلاران او لغو قبتي دقمد عصب اي بل متان تاسو لغو دبال دقي اسلامر كان لغو وانقلي دقمدن او دوانو مقعابي مدحوينها جمهورية سومالي لان مداني احمد محمد محمود سيلانيو وحانا مناسبة دا وانقالكا دقمة دا بالي متان اي قبل كمرود جاحكا سوقيب غلي هوغان كساري اي سدح دا حسبي قران اي دلك جمهورية دا سومالي لان حملة كميدا قلها وسيرها دا اي سومالي لان اغاسميال قود سياسيين اقون يهانو لخاتير اي خبرو سومالي لان او دين عارمها بلشد كوحال دير بادي مدح دا غميد كا سومالي لان او كا كلايمي قبل دا كلادوين اي سومالي لان اي كا كوبان تهاي مناسبة داس او لغو قبتي قدها دقمة عصب اي بالي متان او سيوين لوسو اغاسمي مدح دا كسو قيب كشي ايا كسو جيدي هادا لكلادوين تاسو قار كميدا مسولين تي مدى شاكا هذا شي اي دقالا لعقايد اوغو ديقين ديقمدا عصوب اي بالي متان سيدي كرلوغو قادي لها اديقيدا اي او باهان تهي برامج كان اي نكو ايجينا اي ايدي الكيمبا داو شو عانو ولاكسن بسم الله الرحمن الرحيم كدوميا حزبك كلمية مجاهد مصبيح عقدي كدوميا حزبك وطاني احنا كدوميا قولها وكيلة عبد الرحمن محمد عبد الله قدوميها حزب قوعد الجنرال فيصل على الورابه وزير وزارة حنان الحوره عبد الله محمد طاهر وزير وزارة المالية سمسم عبد آدم وزير وزارة عدالة وزير الدولة وزارة الأمنها كلها محمد المصدرية وزير وزارة فرسيك قهركا وزير وزارة الدقاء والمركة العلمية شبر حاج إسماعيل باندرة قبلها كلام مدرسة شوقة اللي بعدها أقاصة خلاديتها جمال علي حسين وزير وزارة الرياضة عيارها عبد الله فارح ميدان طب كعبة شوقة مدرسة طبيعية مرشدة يا توفى ربنا السلاطين كلا أقاصة كلا اللي بعدها كلا وحكرت كلا هؤلاء كلا كل مرة والسلام يا وحسيك يا رب السلام يا وسلاطين تمتك حسيا سلطان كجود بيران سلام سلطان سليمان وحيد السلام يا سلام السلام السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وحيد السفر يا مناصركم يا مهلا يا أهل يا فرقة يا حلو وانك حفلتا تجمل بل مكان وحكو سير وين يا روكي سكلم أي هذا روح أنا وتدرى قدومية قدرة نورمالنطا اسلامك على هذه القدومية قبل قابلة سلكم محمد عثمان صدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدو هذا وعمل بسر دوينينا لقمدة عصر بل متابر بسر دوينينا مرقا انت صد عفا وعدوني يا ايمان هارك صد عفا معايا لحوي نطفر بدن فر بدن ومدح مرا عزيز قرن كوفر واسبيا دي الله وصلافين في الله يا جوغا مدون ايو انا وقت بدن الكنان انا في ذكون يمدون ايو
waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland
هكيسين بدن بالا الايربورت كوفو من دافع سير أتي تقول بالا مكانا إنه تي تقولي هكيسين كوفو سودا فينيشن وحن بلان قالينا أنا من بلان قالينا ده هكيسين هاي إن أنا تقول بالا مكان ديسنو قاعدين يوتيو يقولوا هنا إن أنا بحنا لو لسمها قاران كارو نمبر 1 باكا نبانا يا يو أنا أقرام في بحنا يا دات في بضم بي بلان قاعدة عليه ما تعالو شرطي بحنا يدو ويا لسمها مشاكي يكو بحنا يو أقرام في بحنا يا أيو بسيطة عليك تيما دا بلا يمتان لسمها يدي شرطي بحنا يدو ويا مشاكي يكو بحنا يا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo labaad iyo saddexaad waan mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa hakeysi koonfurta uma soo dhaafi jiray goobta waa markii koowaad ay u soo dhaafto aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan ku soo dhaweynayaa iminka caaqil cabdiweli jaamac oo ku hadli doona afka deegaankan ee kana mahadnaqi doona runtii degmada iyo arrinkeeda mahadlu xale ee la hayaa hubay waxaan ugu mahadnaqaynaa degmada inoo magacaabeen waxaan umalaynayaa qoradaariga iga horreysay wasiirka ka horgalay waa u mahadnaqeen gaar ahaan ugu tilmaameen waxaan dadweynaha u sheegayaa iyo xukuumaddaba dalku way naga dhexeeyaa dowladduna way naga dhexaysaa qaranimaduna way naga dhexaysaa degmadana siisee lagu ducaynayana way naga dhexaysaa ogaada horta waa mid aan ugu sheegay waliba waxay ku salaysan tahay wadadka loogu yeerayaa oo dabasheedu kan waa nabad nabadda lagu ilaalinayo oo dabadda lagu ilaalinayo oo diinta lagu ilaalinayo weli taa yar ogaada horta dadku taa waa dadkan u sheegayaa ta kale meel kastoo naga yimid ba inta ka soo qayb kasta waa u mahadnaqdo way mahadnaqo way mahadsanyihin intii meel fog ka timid kun waxyar kugu maraynan baa jirtoorta waxyaalaa inagu marnaa degmadana naga gorsaamina oon filanaynaa inuu gobolkeena loo soo socdo wadaba isaga in kadabaraa laga dhaqaaya waxaan leeyahay markaan sidaa leenay waxaan uga jeeda wax lagu marayno ma jiro xagga dowladda lagaga marayo laakiin faras fardaa baa idiina fuuli jiray ayaa nin faras deereeya furishan ayaa nin gadeeyey waxaa la igu dheereeya maxaad u dhegadeenaysaa halkaan sii badiyaa leeyay buu waxba laguma marka waxa leeyay dowladdu halkaan sii badiso gobolkaa soo degejiso taaluwaintaasaaaa dhammaan guud ahaan jirka waanu salaamaynaa waxaan ku soo dhawaynayaa caaqil xasan badmaax meygaag wax kale ku dara maayo waa la badan yahay waxaan ku darayaa falaanu waxaa jiraa reertay tus baa loo ritaa hadl sayada hadl baa loo ritaa
كل سيارهم كما هيلون ودي ولا بين كتشونا لكن غير دقي أي أسرة أو أه تجمل أصيب على حتى ما يقول هنا وغير موتا فلان وحليه يلوها ويرى هاي ماير خليها بارك كان هي ويما روح البرير يروح فين يروح البركو من يروح البركو بين يروح البركو البري وحلي وحا بلغ هذا كان هي وانت مديني وانت الكيني فلو يعطى هذا ثاني ارتوح ثاني بانو كله وانت الكيني كل اسعارات هذا وحلق مكان وانت هاجرتان اسمه الله وصوه صوفرنا فعالي ما نكون وحان أم حرنا قيا حكومة انت كتشوفته انت مغاشة كتشوفته انت سرعات انت كتشوفته انت محضرة قيا غلان كتشوفته انت هوين قيا عروض قيا يهولا كتشوفته وحان بكسر دوين قيا وانت بني عدوك كمالة ونوالم بباتين وحان وغاكتان وحان أحكال حرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن كسر دوينيا لطريقة من حبينا جمهورية سومالا دكتور علي أو شامع أو كم من هارون تندك اللي دبده وتعجي وحوي دجملا بوردين كذا دلال بدلهم قالهم تين هل كان ما أنت هيدو شو يقولوا سو قالوا يا سيد يا وحواهين يا وحواهين يا وحن كسر كواس يا أم العمدة يا كسر كاس بالعمل ما نكسر هنا لكن بالعمل دي هيك شيء وحنو وحن يعني نسكون بول هناك فرنا والله هيك هاي لا شو أنت مصيبة إلا لما كان ده وسنا ودي إلا هيك أنا كه الفرتي إن بدو تمان سنا وحن عمل بحنا مشيت وحن لو حي ويدا أنا مشيت نسكون كلا معلم كلا دولة وعكلا تلاقي عذبا أو يم كيسا كلامه سيدك دعوة هراوكم مرتين مقالوا إن بدنا نبدأ دعوين على تقانية ورهاجين يا نافتين هذا إكتام تاني كان سكول كان يقول شنو سكول لا هل كيسا ولا بس وما إلا سكول كا محمود أحمد علي يروي تاني وين تاني وين سكول كا يقول تاني كوي وين دعوين ما كان واحد مسلم دولة سومالا مدحوين حمد محمد السيرايا وسيرا نيسا عبد الله الحق أكسو وهرايا بدونية حسنة وكلمية فدو هو أولنا حسنية كمان كسنة وعجوة كده يبعجان إما لمري دكتا دولة وحوين ديسان طول سنة يانك بدلية دكباري مرحاليا دكمالاً ودكمالاً ومون أخصها بنينا هيك شيء مسير روى ولا ذي دولة من أرسلنا ويا شيء هالشيء وسيرة من أرسلنا ودكا كعبا يا شيء دولة وحقب شيء يا شيء فكا انت كنتم بيسا دو بدي وقتي ما يركي يا مدحلي دو بوحة بلان علي حسبي أنا يقول انت بيكي يا يلو حبي بلان علي دولان وحن كسر دوينا يا رنتي خدر أو حرس أسكر oo isaguna waxa weeye gudida horumarinta degmada Balimata oo aniga boardinka runtii ku tabacay dadaal badan oo soo galay qadar waxaan doonayaa in si fiican loo soo dhaweeyo runtii waxaan ugu soo jeedinayaa Muhammad Balaadhan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Abdul Silayo iyo tiimkiisa wasiirada ee la shaqeeya waxaan leeyahay degmadaasi ay noqon doonaan إلهي سبحانه وتعالى هكا أبا المريو وحن بجينا إن شاء الله تقول سبب نقطة من أقل أنت دقوية كسوكنا وحن جعل إن شاء الله وحن سيكا على الوصي محمد قيا وسيكا ديگان نتسو جيدا إستقا كأوه هنجري عبد الله محمد داهي مفتر يا أخوة محمد قيا قلتي دكتور إسماعيل بارحكي الإفديمياي إلا مالتي إلا مالك وحوية وحي مدرن كان إيه كون كاسر لهم سنح دقدون بيت مالتي إيوم حيالي هلقا خصال ما أنترى وحوية إلا سكن دريقيا إيه لأنهي دقدون وحن مولينا يا
وحنو مهدق يا مدحوينا جمهورية الصومالي الآن
سدح الكتومية حسبك نقاسي عبد النبضي والشاقي وحان كدر يا الله جمال علي حسين قولنا الله أبطونا علي يا الله شفاك ويا الله لو ركا لو أبطوا لكن جمال وكدر يا الله شكرا بالبيا هرقيسة وعلى عبد القيسة هرقيسة يا هرقيلي ماذا حوينا صوب يا هركي صوب طورك طور وانت القلم وارك تقول الجد إلى هاي علمت أن هاي قاتشيو وما تكوب الرون هاي نص وصار وبالله التوفيق وحكو سعودة وين يا إيميك السلطان أحمد عثمان عتبودي وحي نتشوقنا حفلة لقود دافر يا عم الله قوة قال يدك مدعو صب إنتي كصوشة قيسي يا ماذا حوينا خلنا واقعي وحمله عواد كل ما هالسنتين أذيات نواجه ما هالقينا وديران بالعرم دار كنا ما ولا لازلا لما كلا لازلا الله بطل شيرين وحادي زوجي تي لبيري بس أفر غفان الأهل لما دي السلطان ايه قول ريي أذيات بني سلطوين يسيو هالين وحكروا يقولوا لك سنبا يرغل نبا أنكوا أخاني موجي يا ماسي ما يركي ما يركي حقيقة عاصمة صحيح في عبد الله جاب عبد الله محمد داهر كان مسؤول ما يروح كل يوم بيو إلى تقول لي ستة ولا تغاز صحيح صحيح والله كلام وسيلة أنا وحلا إذا ما تجينا دي البلد ما تجي وحنقول سؤال وين يا جلال مصطفى محمد عمر وحال مهاجر رسمي يا صاحب كي عبد الله محمد ظاهر كفوسه او حقيقة من تصور في عالم قصر شقيلي لقبلنا اي مفردنا نيك اللبان راعينا يا ايس قصر شقيلي ان مرقنا عمر فوا مريني بدوميه حس في روعك ليس العلي ورابه او اهد قصر شقيلي تقدر ان مرقنا يمكن وان يرها صعبان عرف الله مريني يا نبي قول عليه الصلاة والسلام الله يشكر الناس لا يشكر الله نكان إلهي نكان لك أمه هذا قريب أمه أمه هذا إلهي أمه هذا قريب وحارم هذا يا حكومة ما تشرته والموسى على الفرور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرتا موسى على الفرور وحكو تقانين إشغى أبكى الدورة دعوكو هدلا أو شعبك اللي شعبك موضان أسكاري كي دولة دولة كارك كحيي أو دولة 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 عبارة برانتين لكن بعد دولة دولة لحظ لينا دولة دولة حمقر حظ لينا وهي أخباتين وانو يدكوا عمارينا وحال ليلي نبقى قبيلة وحييلي فوراها طبعي سبعين كان لك قفاشا وفوال كريشي هدو فيه كصانعه وحال لك فينا وحي لك في ديئي بالا حتى ما وحنو باتا فالكاين الشيخني اين الرقني ايو فوريهيما وين عرقنا دولة باين باين السامري ايقا سامر اللورن دور موسى هلكي سيهرو بكل نخرى يادو اماريا دولة باين باين السامري مدولي ما وحبين قبطي لكن تن باتي شوكتا وحي قبطي مدرين راما قبل حزبنا كل مية ثلاثة ماتا يا وحي الله قبت رحيد النوبة قبل ويا وحي قبت وانا قد ماتا كفر حينك انت بعد دقينا كل مية كاري عبد الله عكوسي وكل مية وحبا يعني سمع بهنا عبد الله عكوسي وكل مية وكل مية ايا كاري وحن عمالك عمالك سنة ولا نقول له ايا هاي حتانو نهاير هاير بالي مطان كو ما لبق لبق أيها الليلي نكان الله نتكلم حد قل الله ما بحد قواك ولا تكلم كلاها وأكل أجرة تقول تقول أنا ما يالا تتكي يالا وهو يان تد آدم بلارن تعرف قواي قلت خانيرو وحنا هايين دولة ما كوارجع هانشري ما تسوى حد دولة على حد ليا خبر يرتاي خبر يرتاي سمسم وحلا سمسم عبد عادل وحلا يا حي غير كعدوك السنة يا بلاش كل يا الله وين اللي كبر تلا هاي بلاش اللي هو جدلاش عدل يا الله أركي سواك وهاي ها
حوار تبع تريها دواد وهذو بيت سوقيسا سام سامي بيل شرنا لقود دوار لقود سوقيا أما ما يرقى صار ريحة أما ما يحوينا صار ريحة هون شرنا كوتا الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ugu gelin doonaa xagga dawladda marka waxaan ugu horeysiinayaa gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga fulmiye ee jaamac shabeel salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan leeyahay haddii la sheegana waa la sheegaa haddii la sheegana waa la sheegaa horta waxaan ii sheegayaa degmada cabdillaahi ibn kowtiga anigu ahaa عبد الله أنت كلي محصول وغيري هرب وقول شو هيك كل شغل تعلم وها لكن ما يعلم أسيسة كل شيء ليس أسيسة والله سبحانه صلى الله عليه وسلم كل شيء بحلينا حتى الحيل الضوني حملاك شو حتى الحيل الضوني حملاك شو حتى الحرق الضوني حملاك شو يا حملاك شو حتى كل ضوني شاك الله أكبر يا سيدي هذا دول دول إنسان حمر دقيقة يا دول هو ما يتسفر واحد شوقه وسيرة الحكومة ده واحد نقول الرئيسين يا لوتي وسيرة الدولة وزارة الدارمها قدها محمد موسى الديري كسر دول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuntu waxaan ku joognaa maanta nolol qurux badan oo loogu wadaayo ay noogu wadaayo degmada cusub ee kaba muran ama kooxood koox ama kaba muuqda degmooyin badan oo horay u jiray waxa ay leedahay degmadii oo ahaa horay maqtaa la xaqiijiyo waxay tahay raala kuntu maanta waxa iska leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiir xukuso oo door weyn ku lahaa iyo aniga waan iska reebayna hawshaa wax ka qabatay runtii xagga ka soo shaqeeyo ninka ku soo tabcayay uu doctor Ismaaciil ka mid yahay iyo gudigiisa waxaan leeyahay gudihii aad beerteen kuwataa maanta lahasanayo waxaan hadalka ku soo urayaa dad badan oo ka dambeeya intii aanu soo soconay rujidka ku soo jiray waxaa ii muuqatay ijaaro waaweyn oo dhaadheer oo la beere loo soo uro goorta aynu hadhuurka iyo bariskiisa barano barannaana way nagu dheeraanaysaa warbageelii iyo inaan beel waayno geel xoradiisii aan ugu ilaalino oo geedkiisii u ilaalino oota halka maanta soo socotaa aan joojino laakiino waxaan ku darsanayaa anigu wasaaradda iyo hawsheedu ay dambayso anigoo shaqsi waxaan ku darsanayaa horumarinta degmadan cusub shan milyan oo shilin Soomaaliland ah oo jeegiisi uu kaamilooyo cabdillaah maadlawsiyo halkan maanta waxaa jirta runtii dad badan oo doonaya inay ka sheegaan qaaraan ay kaga qayb qaadanayaan degmada dhismaheeda waxaa jirta inay dadka deegaanku doonayaan in halkan maanta la dhagax dhigo gurigii degmada iyo saldhiggii filayska iyo xafiiskii xanaanada xoolaha runtii wasiirka xanaanada xooluhu dhagax dhigi doono hadday tahay xisbiyada iyo hadday tahay dadka kale mudantaaba ciddii doonaysa inay gacan ka geysato runtii way soo sheegi kartaa waxaan iminka ku soo dhoweynayaa jabaal cali xuseen oo ah runtii musharaxa مسؤولين دالك نسويت ولا حساب تقرن كا وضياشة سلاطين تعقار كا كلمة دبلي مطار كل يوم حد لا يهمل يوم هذا لي كلمة دلوحة أنا كلمة ما أقول لك كي هذا كلمة همبل يا تحويا من هوين وادو ما سي من هوين أحمد حمد سيرايو إنه كلمة دبلي مطار وأم قعابين نقطة كلمة رسمية وكو همبل يعني أنا وكم مسؤول من هذا المعارضنا waxaan leenahay anagu hadalyaanilaa waa isku hambalyeen halkana dee waa tii kaftar badan ka dhacay oo dad badan ay dee wax ka sheegteen degmada balli mataan gaadha halkana aan tayda ka cadaysto ayaa dee muhiim leen laawo maaha horta anigu
بدنكين قاركين ولا ورثي قارن موجي عروض ثان ولا لا أنا هو يلا إيش شيء لكن بدن بلال مثال بيكسر شيء إنا كسو غيب قلو والغشا دقمة دبال المطان وإنو ما انتهال كم تشوفه وحان جعلنا الحفلدة يفرحضة كما غيب قلو شعبي قد ديقينكين أنا وآدو مفرحصا وحان قلو إن ميالها يكمي تايمن دقمو يكمي تايبال المطان مضاني الوصيين دقمو يمكن أنا تقولي في حق بمنيه ملك الصوم غانا بلي ما ترقوه رئيسا وهاي الوصية هذي قبل تهاي هي هذي تقوم تهاي وهاكروت على هاي إلى أم هندمو إنت كسر كسر قيسي هوشة دقمة عرب جو بدل هالجو بديري وسيرة مصاحب نهاية رفسلي هذا وقف كسامة حكومة كتر سامة مش عم يعاد رنتي والمدين اللي هو بعده إلى القرارات كده ولا ترى أما حكومة سوى شخصية ما كان عارف شخصية وانا جعل هنا حكومة سوى صدق كل دولار وحكومة سوى وين يا سيرين سلو هالكم وحنو يبي وعيارك تفرحت وحويان مناسبة أنويمي بلي متان دقمة اللسيي هم بلي يدينا وحانكويمي أضي نمضى تاريخ دي دورة سياسية هاي يارغو كسعودة حسبك وردني وقدميها وردني عنو ورسعوني عبد الرحمن وقالك كتغا هاي وحان هم بلي يدينا وسكري الله بو هم بلي يدينا عد اللي يارا عندي هوشا كسو شخيصي وحال إسلامي عقول سميل وحقول قاضي وكمال هو اللي قبل ديه شام عبا عبنا يا سنين يرى إلى هذا مردو وحشان تاي أسأل أنت زيارة وقدره هل كان كفتا وناكسين باك أنت عين يتسمي باك أنت عضي إلهي وحان كبر يا عين وعافمات نسي عافمات كاين هو وضع عدونا إلى غير هذا أنا وحان عيدنا بلن قادن أيام بلن قادية هدي على إله وحان كوب بلن قادية مقع عيقة وحان كوب بلن قادية مقع حسبك ودني وحول بترحان بين لي نقني معول من نسخان بين لي هذا عسر عرب قال لكم دوري سوان ترى حسب ودنا هدان انه هي سياسيين بان انه هي سياسه ترحان بين لي هذا هي وحن بلن قاد ان دغمدا ان ترحان تكا الى انه وحن وحن بلن قاد ان دك دغمدا ود دغن اي ما كان لا شيغي نين ما قال نين جوغبا ان انه دغمدا كوميدينا سنيه سبيها دلكا يا ددكا يا وناغبا حكومة يا معارض يا محافظ وكل حياة وحن لا يا دقمة الوا دقمة بالله دقمة يرماها دولة واحد ما قاعد يعوض تدمة دقمة تدمة لا دقمة داو في ستان ودقمة القرى برعق البيت كذا إلا برجع هرجيسة لقب حيي مركب برعق البيت كذا إلا برجع هرجيسة مية يرتى بربرة إلا يو
dakadii shan darbimiya yar tahay deyntaas oo dhan bay degmada toon la wada siiya waa lagu wada farxaa way sida wanaagsan laga eegaa waxaan leeyahay markay noqoto allahuma salli calaa sayidina maxamed qabaadhaankii anugu waxaan ku biirinayaa xisbiga wadani saddexdii kun ee uu bixiyey guddoomiyuhu inaana kun jeefka ee ku daro afar noo noqoto waxaan doonayaa inaan halkan iminka aan hadalka ku soo dhaweeyo guddoomiyaha xisbiga cadaalad iyo daryeelka jeneer faysal cali waraabe mamarka ilaahay mahadle subxaana watacaala ilaahaygii abaartii naga joojiyo aa mahadle ilaahay iskuulkan keena oo mahadle kamashaa ilaahay iskuulkana mahadle waxaan aad yaa ugu mahadle lahaa dadka soo qayb galay maanta manqashan degmadan bani maanta horta waxaan ugu jecelahay inaan idiin sheegan yaro mataan wuxuu ku aasan yahay eriboorka ceel gaal ku aasan yahay mataan wuxuu ahaa shihiida wuxuu ku dhintay dagaalkii butuqul cabash cabash ayuu ku dhintay mataan hooyadii waxay ahayd cambara yoonis north bay hayeydiina waxay ahayd faadumo arab sheekh saxaab berigii hore degmada waxaa loo bixin jiray inay baarlamaanka ka soo galaan xilli baano oo meelma meesha ka degan u badan tahay ayaa loo badiyaa xilli baano badan waxaan jiray degmadii kasta loo qofa ka soo baray taas waa takeentay dhul aan cid aadaba deganeyn laakiin degmooyin badan yeeshay inay baarlamaanka kaga bataan meel dad badan degay oon degmo lahayn hadda tii waxaa raacday waxa weeye degmadu marka meesha timaado waa inuu horumarka yimaadaa iskuulada yimaadaa caafimaadka yimaadaa biyo yimaadaa nalka yimaadaa wadada timaadaa marka inshaallah waxaan jecelahay inay noqoto magaalada magaala intaaba heshaa aan jecelahay insha allahu tacaala magaalada laguma noolaado oo dadka o dhan kulmisa ilaahay ka dhigaan doona insha allahu tacaala oo nabad ku baaqaan jecelaha intaa waxaa i raacday wadadii wadane hadday lacag inagu xuxuteen ama shan baan ku bilaa shan kumaana bilaa waxaan doonayaa inaan halkan iminka hadalka ku soo dhaweeyo xubin waxa weeye hogaamiyaha maanta xisbiga talada hayee kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi oo isaga halkan dheer usoo galay dalkeena jaliidda soomaaliland ku soo dhawow guddoomiye ahna musharaxa xisbiga kulmiye oo isaga halkan dheer usoo galay dalkeena jaliidda soomaaliland ku soo dhawow guddoomiye ahna musharaxa xisbiga kulmiye afduubiyaha wakiilada somaliland isla markaana aayhayna guddoomiyaha xisbiga wadani wara cabdiraxmaan ciirro guddoomiyaha xisbiga ucid dhammaan xubnaha xukuumadda ee wasiirada ka jooga madax dhaqameedka maayarka magaalada hablaha habayaraha iyo martayaashale ah dhammaan dadweyne halka isugu yimid assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xafladan waa qasha balay mataan degmadeeda oo dad badan isugu yimid oo kaftan badan ka dhacay oo duufur siyaasadeed ka dhacay oo haddii aan la yidhahdo isfahan degmada hawsha dhinac laga wado waa madal aad iyo aad u xamaasad badan oo kaftan badan oo qurxo nin waliba halkan waxbu ka faanay horta waxaa la yihi rag ayaa ugu fiican yaa ugu fariidsan maanta saddexda xisbi yaa ugu fariidsan halkan madasha ayaa ugu cawaandisa koolba waa ninka abtiyaashii dhex jooga haddaan rawyar faanaa waxba yuubsan maanta isood wala haddaan jooga intaas boora lahaae taas waa kaafka ta kale waxaan ku raacsanahay faysal gudoomiyaha xisbiga ucid waxaan ku jiraa waa siyaasad ololay baa iska socda ha lagu tartamo qofka siyaasiga ama xisbiga ha ku tartamo barnaamij labada walaalay hadday laba xisbi kala galaan waa waxaan xisbiyadooda sameyn xisbiyadoo waxaan u dheenaa inuu qabyaalada ka korsoo
حزب الله واحد مثلا إنه أمضى مدين بلاران أو حزب البارئ يقل بيت سكوتيرا وهي هالي نقول نقول نسلا مركة قاعد يقول نغطى حزب يلو قاعد قبيل إيا قوم يكو أعي وائنا نغضان دلك هاي سكوتيرا هاي قبيل كله حزب إيا مرشح وين لي مادان محاي بروغرام عد وواحد قبلايا نقا مرشحي وائنو دلك يقانا هورانا مخوقا بريتنا مخوقا قبلايا مركز سوشا محاي قفك أمت هوري ما دا مراد يبدو هور تاقي قف هور أحيز بزور تاقا ما يسوى شرحا بار إن بدور دليلنا ويرا يا إن بدور أمانو ويرا لابد أول سبينو قاطا أعطي دليش رشاقنا أرو كبرس عبك أعطي الله كمانا أرو يزي لابد أول سبينو نوما بقى وحالا يا حزبي الله وحالي بقل إنا برنامج محاطة كوي قبان دورتا محاطة تغطي أول زال محيطة هاي فرقابيها هو على الشيرة يا نيك هل كان اسكان أول ومغاطة في الأسارة أولا كالكاريو أولا تايو كتنين كولا مرقاو تانا انت عسان بلا فيا أتاسي يرفعنا فريدي قوى يا برتي برقا يراوان مانا ترقا هل كان يرتقو شيئا يا قوى ديري هاسوا سوا كربا يا بقر عادلة عقاطة ليسا يا علمان بيسان لي الله هي عرش يقول حاجة عظيمة أتاش يا يا كلام أنت عشان تعمل فيها لك ماذا يرسم اسمه هذا بل بتاع عليهم ده بيمد وقت قريب كده يعني سيارة بدل مين ما هو مسير قريب كده يا دو الأمور تيلا هاي هقول ده إيه بل ما تعال مخاطر السؤال اللي نصب بقى كده لا لا ما قالوا قرر ما يسوي عليه هقول ده إيه بل ما تعال مخاطر تور بقى كده وين هو واحد كده مخاطر سوى هالجميل وأنا أقول لك أنا أحب أن أكون في المدرسة وأنا 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 أكون في وهكذا كبار إيه وحياة ما تحلية كباريات ذي كقشين ذي كحنار فراغ وحنا كتير لنا برنامج شو وين ويدكنا كذي كذي فنا إيه قالوا ما فرنا تحسن بحلية كل مير يحسب هذا العقل المخروان أنا ضد طالما صاحب هذا بخير ما يروح عنده لكن ما قالوا إنه وحنا مدرنا يا طالما كل طالما هذا يا طالما وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك وحن لايا هاي هذه الجهة دقن كان سكيلة رياية دقن كمان تهلك هاي سوي ذي سرادير يحقال بالي وتهاد ياد بالو سلام يا جيس لا جيس سقيمي وانقشا المانتا ويمي يفرحتا لنا ان يكرب ذا قيل بالله بل مطان ومير مير مير شيشة قلبي جينا كيانا وحن سلام يا ان الله لي انت حسبي هذا كتشوفتا وحن سلام يا وزير هذا وحن سلام يا سلبانا ذا يا قويها كواحد سلام يا رجيو دمر بامر تشرف كعك السبيل بعد منير يدا انسحن أربع سلام يا وحن هلكنا ما أنت عمو وحيته فرحة جارة وحيته فرحة جارة كما علي حسين وانسونا وشرحة كما تجين وان سيرك وانسان وان سلام يا وحن ما أنت عليك فرحة أي سيادة يبطر لبس النضال هرتي لبس النضال هرتي جديدة جديدة هل كان إبداعي حفيز كان عبودي هنات ما دوا حي جديدين وجهري يي الجمهورية الصومالية لان أنت ناوي ما دام كيري كاره وإحنا قلنا قبطة أضع ما تسعوتة وزير كنا ما تكلم واجي جديدة سايه هاي أبدا هم هاد علينا يا وأنا فريان ما تهلك صدام آدای و هر که فدیه این هر که آرت اوجوی صدام که آدای مرتشرف بی ناسمیان و نبوق دیسیان و آن استرعانی دولم به انسان و دگوی
way garanayaan beertii taagnayd iyo beertii jiiftayba inaynu gidiga wada gudnay aad baa ula socotaan waxaan idiin sheegayaa anigu cid kastaa waxbay ballan qaaday cid kastaa waxbay ballan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee maanta runtii ka tegaya legacy wuxuu ka tegayaa maanta waxbuu ka tegayaa wax lagu xasuustay uu ka tegayaa kan waxaanu ka nahay wasaaradda iyo saddexda dekreetuu noo soo saaray ayaa maanta idiin sidaa dekreetadii ugu dambaysay ee ahayd sidii loo ilaalin lahaa deegaanka taasaan anugu idiin sidaa taasaanu maanta guddida joogta ku wadajinaya si ay u akhriyaan oo u akhriyaan oo u akhriyaan oo maalintaa sida loogu yeedheen maantana aad u dadaabxidhataan oo dhulkiina xiritaanka ka ilaalisaan oo gubitaanka ka ilaalisaan oo dhuxusha ka ilaalisaan oo hantideennu maanta waa xoolo qarankuna waa xoolo hantidoodiya maanta hantideedu dhulkii u dhowrtaa annagu maanta kaasi aan idiin jidaa kitaabal akhdarka baan maanta idiin sidaa ilaahay baana mahadiya dee inkastoo habaryaro joogto oo laga dambeeya habaryarta oo si weyn looga dambeynayo maanta isantii cadaalad oo runtii iyaduna hawl badan ka qabatay kana qaban doonta runtii kuna ammaanan meel kasta oo joogta ambalaanisan waan sugaya xaaji saalax laakiin nibaaba ka soo horeeyo kii xaaji saalax inkastuu yaayo maanta kanaa ka soo horeeyo maanta waadkaasina waxay idinu tusaysaa qiimaha leedihiin ee uguna ugu fadhidaan ayay habaryartood maanta tusaysaa waxaan idin leeyahay dee maalintii si kastaba ha ahaatee dee annagu dumar baanu nahaa hooyada haddii la xasuusto dee hana la xasuusto hooyada si wanaagsan ha loo soo dhaweeyo oo sharafta aad iyo aad baan waxaan iminka ku soo dhaweynayaa xubin ku hadli doonta afka qurbajooga oo khatraddaa hircige oo halkan ka sheegi doonta ballamo badan oo qurbajoogu ay waxa weeye ka sheegi doona iyo dadweynaha iyo degmada cusub ee aanu maanta u dubaaldegayno dhammaantiina ku waan dusaaraya anigu siyaasad kama hadlo laakiin anigoo ku hadlaya afka hablaha qurbajoogta iyo deegaankan oo aan hooyonimo nooga soo jeedo reeraabtigay degan yahay aniguna aan ka soo jeedo waxaan ballan qaadayaa aniguna inaan guri ka dhisto aan qur-aanka ugu akhriyaasi ilaahay waxaan runtii ku soo dhawaynayaa wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada iyo gaadiidka cirka gudoomiyaha saddexda gudoomiye iyo saddexda sb olaha xubnaha golaha wasiirada uqaasha salaadiinta intii ka soo shaqaysay degmadan intii aan la magacaabin iyo magacaabisteedaba dhallinyarada haweenka sharafta leh ee aada uga qayb qaatay dhismaha degmadan oo ay ka mid ahaayeen MCHka dhismaheeda dumar baa bixiyey sidii warka ugu soo gaaday dumar baa isku hawlay uu bixiyey wax badan baa la sheegay wax badan baa la kabtamay anuse waxaan doonayaa inaan mid keliya aan idinaaho to waan hambalyeynayaa waa degmaan ka tirsanahay waxaan leeahay degmada waxaa abuurkeeda iyo degmada iyo meeshii degmada ka dhigay waxaa loo abuuraa in ay taakulayso oy daadihiso dadka iyo danta dadka degan jiidda ay madaxda u tahay degmadaas ma laha qabiil ma laha qolo qarankana uma baahna inaan qol ina kala qaryo samaysano ee waxaan u baahnahay qol ina wada qaada oo ina wada deeqa oo aan ku mahadnaqno ilaahay mahadii weeye nabadgelyada maantaan ku noolahayna ilaahay baan ugu mahadnaqana ummaddani waxay soo martay dhibaato weyn bay soo martay waxaad keen ku soo koobay waxaan intii oran maayo anugu intaasaan ku deeqayaa
qaybtii mataanka madooba bixiyo iyo waxa uu ku dadaalay inteedii ayaa mataanka kalana bixinaya. Waanu ka qayb qaadanaynaa dhismaha meesha, waanu dhisanaa. Cabdilaahi wuxuu kusoo xuuray mataan wuxuu ku aasan yahay eeboorku ku aasan yahay Faisal Bay. Laakiin anigu waxaan leeyahay Abubaru ku aasan yahay. Marka waxaan keliya aan ku darayaa waxa weya war wixii degaan baa idin yaalla, dhul baa idin yaalla, xanaanaa idin taalla, in degmadaad ilaalisaan oo xoolo hadaaqadeeda ilaalisaan ee aan loo qaybsan inta reer hebel baa iyo inta reer hebel baa. Waxaan ku soo dhoweynayaa wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka Cali Salaan Jirde. Waxaan aad ugu habaynayaa reer Bolimataan degmada la siiyey oo ay muddo dheer xaq u lahaayeen laakiin timid wakhtigii habboonay ee uu gartay madaxweynaha mudakarka ah ee hoggaanka inoo haya inay xaq u leeyihiin saahilaanna degmaya wax ka weyn. Haddaanu xukuumadda nahay degmay waanu bixinay sharciyeteeda waxay ku xirantay golaha wakiilada waxa filayo cabdiraxmaanna degdeg waan siin doona. Wixii aan ku ballan qaadan lahaa waxaa naga sheegi gudoomiye Faymiyeen Muuse. Marka waxaan u sheegayaa kuwi joogta wasaaradda daakhiliga oo ay hoos timaadeen degmadu Maxamed Muuse Diriwsi dowlaha ka socda, waxaan leeyahay qorshihii shanta sane ee horumarinta dalka ee shanta sanada soo socda waanu wadnaa soo gudbista oo kusoo dara annaguna waan farxad ixinaa. Wax alla wixii ay degmada iyo degmooyinka kale lamid u baahan yihiin horumarba wasaaradda daakhiliga waa inay noo soo gudbisaa annana inaanu idinku hursanno reer Bolimataan. Waxaan ku soo dhoweynayaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdilaahi Maxamed Daahir. Ku soo dhoweyso. Allahu Akbar. Ilaahay baa mahad leh. Madaxda guddoomiyaha golaha wakiilada, guddoomiyeyaasha xisbiyada, xubnaha golaha wasiirada, salaadiinta mudanka ah, aqoon-yahanada, cuqaasha, dhallinyarada, ururka farxad leh, qurbajoogga, dhallinyarada ragga dumarka qurbajoogga ah, waxgaradka iyo dadka deegaanka ah, dhammaantiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta munaasabaddan aynu ugu wanqalayno degmada Bolimataan. Waxaanan doonayaa in kastoo intii ku filayd iyo dheeraadba aad tiraahdeen, degmadan dhalashadeeda waxaynu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamed. Waxaanu ugu mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada oo gacan ka geystay. Waxaanu ugu mahadnaqaynaa inta kale ee faraha badan leh kambeynkii loo galay oo muddo dheer socday gacan ka geysatay ninkii u dambeeyey laakiin ugu horreeyay bilowgii ka qayb galayba. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin. Ilaahay kasorkow mahadnaqa Axmed Silaayo ayaa marku madaxweyneyey iyo markaanu ahaynba leh isaga ay nagu leh. Waxa aan talo doonayaan ardiishow, innagu diyaar baynu u nahay, waan hubaa degmada inaynu dhisno. Degmada dhismaheeda xafiiska ugu horreeya ee laga dhisayo wuxuu noqonayaa xafiiskii wasaaradda xanaanada xoolaha. Maantaan dhagax dhigaya maanta wasiirka maaliyadda oo halkan fadhida Samsam Cabdi Aadan waxay ii sheegtay waxay qof ahaan u qabanayso iyo waxay wasaarad ahaan u qabanayso. Qof ahaan waxay ku ballan qaaday geeleeda oo imika jooga Bucaduure uu imanayaa laba neef oo geeleeda ka mid ah horta iyadaa ku ballan qaaday.
وزارتنا واحد لي واحد قال يا السنين وقول لي هي كتب قال يا ام بلاس اي ام سي اتش كا اي كوبر لاردار وزير كعدالته وفقيا يسمون اسمه محكمة وكوبر لاردار يا دكتور لكن وحاصل قبل يا عم ترني ما يوم اللي بدنا يرى أكاونت كمصب يحب القطعية وحسب الكرمية حسب الكرمية حكومة حسب الكرمية كان السلطة مركا وحقبت كأنني تكمل يبي هو ينود لي حسب الكرمية هو ينود لي محل هذا اسم ياش تبرر كبر القاضية وحال الدفرين هو ينود تيجان كم annagu hadaanu xisbiga kulmiye nahay cod badan kamaanu heli jirnay deegaanka waa deegaankii uu cid soo sidaa ma dowcid maanta waanu ku haysana iyadaa leh waa deegaankeedii xisbigana halku ka dhisnaa weeye maanta se anagu annaga kulmiya waanu ku haysana ninkii kale ku qabsanayaana shirka iska daayo haybaa waxaan ugu ogahay dalku waa nabad maanta quruxda iyo bilicda aynu leenahay waa garanaysaan sababta minbuur masalaadiinta ugu waaweyneed iyo rag siyaasiyiin oan arkayo oo fara badan baa ka yimi waxaan halkan arkayaa raggii faraha badnaa aynoo deegaankeenii oo gol jarno cidibo ma maqnaa way joogaan aad baan ugu faraxsanahay hadii jarno meesha yimaadaana waaba isa qurux badan tahay أنا أقول لك أنا وين لك أنا أقول 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 qolada hidaha iyo dhaqanka oo iyaguna doonaya halkan furitaankiinay soo yaro bandhigaan ciyaar dhaqameed yaro kooban laakiin aanay yaro habsaamay haddaba iyaga waxaan doonayaa inay dhalinyaradu soo diyaar garowdo intaa kadib waxaan ku soo dhoweynayaa caaqil maxamed maxamed oo cabdi oo ka mid ah cuqaashii degmada oo isagu kelmad mahadnaqa odhan doona dadkii halkan ka soo wada qayb galay runtii mudantaa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر إله وين واحدة ومهرين عسى وجه الله إن أورين الدنيا لا يسوق كان كاني يحفظ قبر فضل ما هو مهما غير واحد كل حاجة ملحوينا محمد محمود سيرايو ومهد سيد ومهد سيد ومهد سيد وحنوبة هنا ومعد الليل صندوق بانوي صندوق بانوي حكرنا بانوي انت قوانا تقل الهي موت صلى تقمنا قروح لبدل النسيرة وهم هذنين تقمنا قروح لبدل النسيرة وهم هذنين نبت جيالة تلك هي تلك ومكبت الهي وفتيرة وهم هذنين وحكا لو هلية عندي كسوشة قيسي اولا رأيكتي ايام هم هذنين شكرت المالية وين كسرة أمي سيء إلا أول جيت من كسر الله نفتا لي مالك الله هو رمى معنا غيما وحنو معنا غيما إنت أصوم في شرف الله سيد يما لحد غلط يا سرادين يا هم يسوي ما نو معنا غيما هل بان غادي هل كاين الكسر وحنا على بلقى وحنو معنا غيما شوي وأهوتي أنا يعرفك ما تنامي dalka iyo dadka haddii aan laga shaqaynin oo aan wixii jira la isu sheeginna waxba ma qabsanayaan xafiiska aan ugu tagnay halkan aan ku nafti qaadnay waxaanu doonay in dalka iyo dalka iyo dadka la badbaadiyo waanu ugu mahadnaqanay waxba ka qabatay waanu ku gudbi waxaan la weheliya walaalada iyo soomaalilayn nooc kastay tahay waxba ka xitaysan mayno waxba ka sheegan mayno waxaanu jecelahay nimba wuxuu ku darsada waanu haynaa waxaanu jecelahay
daawadayaal intaa waxaa ku eg barnaamijka aanu ka diyaarinay munaasabadda ballaadhan ee loogu wanqalayay degmada cusub ee Balimataan ee gobolka Murudi Jeex, taasoo ay ka soo qayb galeen badi khalduurka Soomaaliland ee dhinacyada siyaasadda, dhaqanka, dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada, shakhsiyaadka sumadda iyo taariikhda wanaagsan ku leh. intaynu ku kulmayno barnaamijkan oo kala ah waa dhinaca sawir qaadista oo Khadar Abib Cismaana, habaynta iyo farsamada barnaamijkan oo Cali Ismaaciil Sharaf leh, iyo dhammaan howlwadeenada telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo meel kasta joogtaan baydi ku dhaafaya. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kobcintii dhaqaaliyo qaraaniyo dhiskiisiyo dabar lagu hagaajo matamir dhaqaaqdo dhulkeedii ka dhoofto dhibtaan dareemayn dhifiyo naadir weyn had u dhugo dhulkaawo ayaanu kula noqon dhulka hoyo dhayaha u soo celi matamir dhaqaaqdo dhulkeedii ka dhoofto dhibta aan dareemayn dhifiyo naadir weyn had u dhugo dhulkaawo ayaanu kula noqon dhulka hoyo dhayaha u soo celi dhulka hoyo dhayaha u soo celi.